العقوبات الأمريكية على نائبين من حزب الله في البرلمان اللبناني تثير جدلا سياسيا واسعا. رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون أسف لهذه العقوبات وقال إنه سيتابع القضية مع السلطات الأمريكية. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فرأى أن العقوبات الأمريكية بدأت تأخذ منحا جديدا كونها تطال نوابا في البرلمان لأول مرة. ولكن الحريري قال إن هذه العقوبات لن تؤثر على المجلس النيابي أو الحكومة. في البرلمان اللبناني إرهابيان بحسب واشنطن بعدما طالت العقوبات الأمريكية نائبين به في لحظة اشتداد الاشتباك الإيراني الأمريكي. النائبان هما رئيس كتلة حزب الله محمد رعد وأحد أعضائها أمين شري، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن في الحزب وفيق صفا. القرار يحمل ثلاثة رسائل برأيي. الأولى أنها مستمرة في محاصرة إيران وأذرعها وضرب أي عملية التفاف على هذه العقوبات. ثانيا هي رسالة للسلطة اللبنانية بأن زمن المراعاة ربما انتهى. الرسالة الثالثة برأيي هي لحلفاء حزب الله بأن عليهم أن يعيدوا حساباتهم. رئيس البرلمان نبيه بري تلقف كرة الاتهام ورأى في القرار اعتداء على مجلس النواب والشعب اللبناني. فالقرار الأخير أزال الخط الفاصل بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، وهو ما سيضع السلطات اللبنانية أمام معضلة حقيقية. عندما تشير فذلكة هذا القرار الأمريكي إلى أن السيد وفيق صفا مثلاً إنما يتصرف بالمرافق الحدودية والمعابر اللبنانية على كيفه وهواه، وأنه شريك في عملية التهريب والتهرب الضريبي، فهذا يصب في الحقيقة في صلب النقاش اللبناني عما أوصل هذا البلد إلى ما هو عليه من انهيار اقتصادي ومالي. تتوقع أوساط سياسية لبنانية أن تتسع دائرة العقوبات لتشد الخناق على حزب الله الذي يتحصن في مؤسسات الدولة ليحظى بشرعيتها، لكن الخشية تكمن في مدى قدرة السلطات خاصة الحكومة على إبعاد نتائج القرار الأمريكي عن الوضع السياسي المهتز أصلا. يسعى حزب الله إلى نقل الصدام مع أمريكا إلى مقلب آخر، إذ سرعان ما طلب الحكومة والبرلمان بمواجهة القرار الأمريكي الذي وصفه بأنه اعتداء على السيادة اللبنانية باعتبار أن نوابه منتخبون من الشعب، في محاولة لاستثمار الاشتباك الخارجي في الداخل اللبناني. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت. معنا الآن من قرطبة في قضاء جبيل عضو البرلمان السابق الدكتور فارس سعيد. مساء الخير دكتور سعيد، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. عقوبات أمريكية إذن على نائبين في البرلمان اللبناني إضافة إلى شخص آخر في حزب الله، هذه أول مرة يوضع فيها نواب لبنانيون على قائمة العقوبات الأمريكية. بداية، إلى أي مدى هذا يحرج الحكومة اللبنانية؟ حزب الله شريك أساسي في هذه الحكومة، وهؤلاء في نهاية المطاف نواب منتخبون من الشعب اللبناني. الجديد هو استهداف نواب منتخبين في المجلس النيابي اللبناني. في السابق تم استهداف من خلال العقوبات السيد حسن نصر الله، الشيخ هاشم صفي الدين، المستشار حسين خليل. تعامل حزب الله مع الاستهدافات القديمة بوصفها استهدافات لا تعنيه واستخف بالموضوع. اليوم الاستهداف أطال 2 من النواب المنتخبين في المجلس النيابي، أي بكلام آخر هناك مجموعة إرهابية موجودة بداخل المجلس النيابي اللبناني بنظر الولايات المتحدة. حاول حزب الله منذ زمن بعيد أن يتسلح بالشرعية الشعبية وبالشرعية السياسية وبالشرعية الدستورية، أي انخرط بالمجالس الاختيارية وبالمجالس البلدية بالمجالس النيابية المتعاقدة ومنذ 2005 بمجلس الوزراء المتعاقب منذ العام 2005 حتى اليوم. وظن من خلال انخراطه بهذه الشرعية السياسية والدستورية سيحصل على مناعة سياسية ودستورية أو على حصانة دستورية
وسيكون قادر على مواجهة العقوبات الأمريكية من خلال هذه الحصانة. اليوم مع العقوبات الأمريكية سقطت هذه الحصانة بعيون الولايات المتحدة وبالتأكيد من بعد الولايات المتحدة بعيون المجتمع الدولي. وأصبحت الدولة اللبنانية في مأزق بين نارين، بين نار مواجهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، والنار الأخرى هي نار استرضاء حزب الله حتى لا يفجر المؤسسات وحتى لا يدخل لبنان في حالة من عدم الاستقرار السياسي ومن بعدها المالي وربما أيضا الأمني. وبالتالي أصبح لبنان وبشكل واضح اليوم دولة أسيرة، أسيرة وهي رهينة الإرادة الإيرانية وإرادة حزب الله، وأصبحت وظيفة هذه الدولة بكل تراتبيتها الدستورية فقط الدفاع عن حزب الله أمام المحافل الدولية والمحافل العربية. اليوم استمعنا إلى موقف لفخامة رئيس الجمهورية وموقف لرئيس مجلس النواب وموقف لرئيس الحكومة، والبارحة موقف لمعالي وزير المال وموقف لنائب آخر من كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض. لم نستمع حتى هذه اللحظة الموقف الرسمي لحزب الله. لبنان، كل لبنان ينتظر كلام السيد حسن نصر الله غدا نهار الجمعة. نتوقع أن يكون كلاما يكبل الدولة اللبنانية ويقحم الدولة اللبنانية ويطلب من الدولة اللبنانية أن تكون الدرع من خلال وجودها الشرعي لمواجهة هذه العقوبات ولحماية حزب الله. يعني بالإمكان دكتور سعيد توقع ما سيقوله أمين عام حزب الله، لكن لا أدري ما ستكون مطالبه بالنسبة للحكومة. اليوم سمعنا من عدد من المنتمين إلى حزب الله أو المؤيدين أو المتعاطفين يقولون هذه الخطوة الأمريكية هجوم على السيادة اللبنانية وتتطلب ردا من الحكومة اللبنانية. ما الذي يمكن لحكومة السيد حريري أن تفعله في مواجهة هذه الخطوة الأمريكية؟ لا شيء مهند، أنت تدرك تماما بأن للبنان هناك شرعية دستورية وهو الدستور اللبناني المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، ولبنان لا يمكن أن يعيش خارج الشرعية العربية ولا يمكن أن يعيش خارج الشرعية الدولية. ما يطلبه حزب الله هو المستحيل. يطلب حزب الله من الدولة اللبنانية ومن الحكومة بالتحديد إخراج لبنان من هذه الشرعية الدولية حتى تصبح الدولة اللبنانية تشبه حزب الله. أملنا كان في العام 2005 أن يقوم حزب الله بخطوات حتى يصبح أو حتى يشبه الدولة اللبنانية. اليوم إذا خرجت الدولة اللبنانية من الشرعية ماذا يبقى من لبنان وماذا يبقى من هذه الدولة؟ ما يطلبه حزب الله هو مستحيل، وبالتالي أنا أتوقع بأننا نحن نذهب إلى مزيد من التعقيد في الداخل اللبناني سيضاف إلى تعقيدات المنطقة. هناك عقوبات تفرض على إيران وهناك خناق يضيق حول عنق إيران في المنطقة، وستحاول إيران أن تتفلت من هذا الخناق من خلال كما نرى من خلال الميليشيات ومن خلال المواقع التي استثمرت بها في اليمن في العراق من خلال الحشد الشعبي وفي لبنان من خلال حزب الله. اليوم تأتي هذه العقوبات حتى تضيف تعقيد إضافي على التعقيدات التي هي موجودة. وبالتالي لا أدري ماذا يمكن أن تفعل الدولة اللبنانية. الرئيس الحريري حاول الالتفاف على على العقوبات من خلال بيان ملتبس قائلا بأن نحن أمام مرحلة جديدة، إنما طمأن اللبنانيين بأن هذه المرحلة لن تنال من الحكومة اللبنانية وستبقى متماسكة. أنا أشك بهذا الكلام. الرئيس عون إرباكه كان أيضا واضحا لأنه تكلم عن المصارف وعن المال. العقوبات لم تتكلم عن المصارف والمال. المصارف القطاع المصرفي اللبناني خارج إطار العقوبات، خارج مجال العقوبات. العقوبات تطال حزب الله ورموز حزب الله. وأيضا رئيس نعم، ولكن بنفس الوقت دكتور سعيد وأنت تعلم أكثر مني، القطاع المصرفي قطاع أساسي والقطاع المصرفي ملتزم بشكل عام بالعقوبات الأمريكية لأنه يتأثر بها بشكل مباشر. على كل حال إلى أي مدى نتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر على هذه المؤسسات خاصة المؤسسات المصرفية في لبنان؟ اليوم السيد الحريري يقول المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني. كيف ستنعكس هذه الخطوة على هذه المؤسسات برأيك؟
منذ حوالي 3 سنوات يقوم مصرف لبنان بتطبيق وبتنفيذ كل ما يطلب منه من خلال النظام المالي العالمي، حتى لا يخرج القطاع المصرفي اللبناني من النظام المالي العالمي. وعندما تشدد بتطبيق هذه القوانين الدولية تم تفجير لبنك بلوم بنك في لبنان، بنك لبنان والمهجر، خلال إفطار رمضاني بالعام 2016. وكانت رسالة موجهة من قبل حزب الله للقطاع المصرفي اللبناني طالبا هذا القطاع المصرفي التهاون مع المصالح التي هي مصالح مالية التي تربط بعض التجار وبعض المؤسسات التابعة لحزب الله. ولكن أنا أعتقد بأن القطاع المصرفي اللبناني بشهادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقوم بعملية تطبيق حرفي لما يطلب منه من قبل النظام المالي، وبالتالي هو خارج مجال، أعتقد هو خارج مجال الخطورة وخارج مجال العقوبات. العقوبات تطال حزب الله، حزب الله يريد إغراق الدولة اللبنانية حتى تصبح هذه العقوبات تطاله وتطال الدولة اللبنانية. الدولة غير قادرة على التمايز لأن الحزب يمسك بها من بطنها، يمسك بها من إمعائها، يمسك بها من خلال المؤسسات ومن خلال كل المؤسسات، أكانت من طبيعة مدنية أو غير مدنية، بشكل بأن هذا الحزب جعل من هذه الدولة اللبنانية رهينة له. دكتور سعيد، دعني أسألك في الوقت المتبقي عن ما أشرت إليه قبل قليل. حضرتك تقول تشك في أن تبقى الحكومة متماسكة، هل تعتقد بأن مثل هذه الخطوة الأمريكية من شأنها أن تضعضع الوضع الحكومي اليوم، يعني تضع الحكومة في خطر؟ يعني إذا قالت العقوبات بالسياسة بأن هناك أعضاء إرهابيون في المجلس النيابي، وبالتالي سينسحب هذا الكلام أيضا إلى داخل مجلس الوزراء. هناك أعضاء أيضا ينتمون إلى حزب الله بداخل مجلس الوزراء، وهم أيضا ينتمون إلى نفس الفريق، إلى نفس الفصيل السياسي. وأساسا هذه الحكومة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري ليست حكومة واحدة، هي عدة حكومات، هي حكومات منفصلة عن بعضها البعض، وهي حكومات تعمل على قاعدة موازين القوى وليست على قاعدة تجانس وطني من أجل الخير العام. ويحاول الرئيس سعد الحريري أن يمسك العصا من نصفها، أنا أعتقد بأنه غير موفق بذلك منذ بداية التسوية ومنذ بداية هذه الحكومة من بعد الانتخابات. لا أشك بنواياه، ولكن أقول وأعتقد بأنني على حق بأنه يعني ينتسب اليوم إلى رؤساء الحكومات الضعفاء في لبنان وليس الأقوياء. كما أن الرئيس عون غائب عن المسرح السياسي الداخلي، وهو وكأنه أخذ يعني مسافة من الحياة الوطنية، والرديف عن الرئيس عون هو معالي وزير الخارجية صهره وجبران بسيل الذي يقوم بالخطوات. واليوم البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية بيانا ملتبسا، يعني لا أعتقد بأنهم عرفوا تماما كيف يجب أن يكون الرد على ما حصل. الوحيد الذي كان واضحا اليوم هو الرئيس بري الذي قال بأن ما حصل هو إهانة، وبالتالي أعتقد بأن الدولة يعني هي مضطرة أن تقول هذا الكلام تحت الضغط الذي يمارسه حزب الله عليها، وهو الذي طلب من الرؤساء الثلاث أن يتكلموا اليوم. وهذه ليست بالصدفة أن يتكلم بلبنان 3 رؤساء بالاتجاه الواحد. شكرا جزيلا لك دكتور فارس السعيد، عضو البرلمان اللبناني السابق، كان معنا مباشرة من قرطبة في قضاء جبيل.